يمشي يمشي كنت تسقي ولا تسمنك يمشي ذيك هو ونهار في رمضان كي ذيك هو يا خيتي راني تسقي صحتي ومشيت علاش هكا ديما يا ربي راهي صحتي مشيت اسمع هكا نهار الاول في غدرك تعشق الله اللهم صلي على النبي وراك فرحان صلي على محمد بشوية بشوية وين راني زغرت وراه وراه وحط غادي حط غادي بشوية بشوية حيتي حيتي صباي 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 صبعك هيك هيك شو تخليني نقعد هنا هيك 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 خان زغرت على قلب ضغط عليها صلي على النبي تربح تربح وتزين صلي على محمد نعم صلي على النبي ان شاء الله ان شاء الله تقطعوا بالصحه يا ربي الحمد لله يا ربي يا ربي حطينا جبابه تنحى باش الكوجينه الكل يا ربي حطينا هو سقيه سقيه هذاك هو هذاك هو رمضان الناس تمشي تكمل تشري معون جديد وتشري دباش جديد وتزين الكوجينه وتفوح الكوجينه هذيك هي العاده يعجبك شي شفت حاجه من عندي انا ان شاء الله نداركم مبروك يا جماعه وان شاء الله سنين يا جماعه ان شاء الله رمضان مبروك هذا تقطيقه ان شاء الله لكم مبروك هذا عاد ثالث رمضان معاكم انا وانا ورياض تحسب انت ان شاء الله عز الدين يا مسعد القايف هذا الشهر الفذير امين يا ربي انا فرحانه ربي. عندي ثلاث رمضانات معاكم انتم تستنستوا بيا واستنستنا بيكم كاهو مشيت هزيتوا معايا وكملت لقيت قضيه رمضان الكل دبش رمضان الكل اي بدلت دبش الكوجينه الكل اللي حبيت واللي نشتي شفتني كيف هزيتك مشي نشينا روس الهوبز اي نعم خاطرني انجليزيه انا على باس انت زيده اي مالوش طليانيه قال انجليزيه كل شيء من دوال لي كي تولي فيها الكتروميناجي نولي انجليزيه نمشي نجيب روس الهوبز ونلم الدنيا نتاعهم الكل هكا جبتهم بالطبيعه من غير ما نقولك شكون عندي انا اخر في الكوجينه بخير ان شاء الله كاهو عندي ديليس صلي على النبي وعندي الورده ايه عندي جولدينا عندي فانواس حاسيلو الخير والبركه كيما استنستو ديري هيا بي كسكسي هو ديري هيا يا جماعه نمشي نكمل نحط الدبش نتاعي ماكيناتي روس الهوبز ونكمل نحط قاضيتي كلها في الكوجينه نرجع لكم نقول لكم دبرت اليوم شنو هاي اتو تالوغ قوم 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 هز معايا دبش قوم زلت قاعد انت قوم هاي تحرك يا ربي بسم الله اي كي عاد ما قلت لي انت قبيله عندك كسكسي وهو ديالي يا اخي انا جا لبالي قلت بما انه نهار الاول في رمضان كيفاش جرات العاده جرات العاده نهار الاول في رمضان نطيبوا فيهم كسكسي انا يا سيدي عندي ليكم دباره نتاع كسكسي مش باش تشد الوقت بالكل الكسكسي اكسبريس نتاع ديالي حتى تشوفوا واش معناتها اكسبريس كسكسي يحضر فيه بالضبط 4 دقائق بالطبيعه بعد ما نحضروا احنا الطنجره نتاعنا والمرقه نتاع اش تعمل الله بصلي على النبي يا هلال يا هلو دوف المحل بكله كان سحر نحيه وكانت عرقين حلو الله بصلي على النبي بخر ربي سخر بخر ربي سخر فلسيتي مشيت بخر ربي سخر كنت بخر على الرزق اللي عملناه ان شاء الله من فلسيتي مشي نحللهم بصلي على النبي كسبس كسبس فلسيتي ونحللهم كسبس على شنو على القضيه اللي قضيتها تبخر لي على العين لا بصلي على النبي لا ما ياخذوش بالعين اللي تفرجوا فينا راه بالعكس يفرحوا لي الله واحد اغسل خشمك الله واحد اغسل الخشم تاع التحويل الله بصلي على النبي والله ريحه البخور مش يقولوا ما باخروش في النهار في رمضان يفطر شكون اللي قال لك هبط من حلقك ولا هذاك الشميق يقولوا بعد شقان الفطر بخر ربي سخر صلي على النبي يطلعك بالتليلة ليه الراجل الراجل محال انتم قاعدين تحالوا تشوفوا فيه كيفاش قاعد صاير فيه ها مشيها مشيها ها كهو كملت قلت وكمتمت شنو اللي عندك تعلمها يا هلال يا هلو دوف المحل بكله كان سحر نحيه وكانت عرقين حلو يا هلال يا هلو رجع نظامي كيما نجو برا واصل تو وش مدخل الهليل في الحكاية بجاه ربي؟ يحب لك رسم النحاس يحب لها رسم النحاس ما نعرف أنا كيف كيفكم بينا قلت لكم الكسكسي نتاعنا إكسبريس بيه. شنو هو السر نتاع الكسكسي إكسبريس؟ احنا باش نحضروا الطنجرة نتاعنا كيما أي طنجرة تحضر من أولها لآخرها السر نتاعنا هو الكسكسي بيدو خاطر الكسكسي هذيك بعد ما نكمل نحضروا المرقة نتاعنا باش نسقيوا الكسكسي 4 دقائق والكسكسي نتاعنا حاضر باش فوق الطاولة باش نبداو كيما قلت لكم بالطنجرة طنجره الكسكسي اول ما نبداو بها باش نحطوا الزيت كيف العاده باش نقليو قرنه الفلفل اللي باش نزينوا فيهم نزينوا بهم من بعد التبسي نتاعنا هكا شي تطبسي شي تبسي انا زاد الكسكسي كيما
نعرف هيك شفتوني كيفاش داخله بروسل هوبس وداخله بالدنيا الكل كيف كيف. عاود شريت معون جديد في الكوجينه، عاده هذيك تربينا بها ملي احنا صغار. نتذكر كل رمضان ماما تمشي تهز تشري سيرفيس جديد، سيرفيس هذاك شي يعمل رمضان اللي بعده ما نعرفوش، نلقاو سيرفيس اخر عطاله رمضان اللي بعده. وهكذا تكونت الروايه نتاع عندنا برشا سيرفيس في الدار، فهمت؟ ساعات الخود ما عادش تعاودوا تحطوا فيهم ماكله بالكل سخن. تسمع فيا؟ نسمع فيك انا نتفرج. كيف انت من نهار اللوز؟ نحط حاجب ونحط في حاجب وربي يحسن العواقب. حسيتك انك الكسرونه تاع فطومه. عمت امي هي يرحمها ولا ما زلت حيه؟ ليه عيش راسك ما كيف تقوم الحصيب. أكل ثلاثة كسرونات تاع البوزة والزريقة والشاي هذاك شي باش نقدر نقزرهم يا حسرة ما عادش يقزروا. ليه؟ غليت تقزديرك أغلى من أنا باش نهبطك هبطة أخرى للسوق راهو. أنا سوق. باش نمشي نجيب دوزاني النحاس اللي قزرته. زيدة. ميلة مش بالكاكيكة هو. إن شاء الله نهار مبارك. ليه هذاك هو. أنت اليوم جبت معايا باش تو نرتحك نهايرين ثلاثة تهبط تجيب معايا دوزين النحاس. باهي. شنو اللي باهي؟ باهي ونص الطبيعة باهي يعجبك شي زيادة ونص ونص الثانيين ياخذوا العدة. عدة؟ اي ما الخمسة بيري ياك نخبوا بهم الكابوس. اه نهزك الدار وحدة ريانية في ريانة. عندك الكابوس. انت قاعدة قاعدة الصباح رمضان اش تعمل ما عندك شيء. لي لي عندي كيما نعمل. قعدت يساري على الصباح قامت تقربع من الستة يا رسول الله ونهار في رمضان. نقربع ونهار في رمضان كيما لميت الكل وكيما الناس نتاع الكوجينه الكل. اي نعم. مالا شنو؟ ما اول نهار تقوم وتشوف شنو زايدك، شنو ناقصك في الكوجينه، ناقصك شي حاجه، فحات، معون، هذاك هو. مالا باش تصبح راقده نهار الاول في رمضان. طيب يجي النوم نتصور طيب من بعد تراسيلي بالسيف نفيق من هنا للنص وكل تو نخلي تعب من بعد يا من عاش. باش نتعبوا احنا منا ولا منا ارتاح. اما نهار اللول باش نقوم نقرب عليك ملا لا. وفوق هذا ودونه بربي سامحني منين ليك تقربيع انت؟ قبل كنت نسكن تحتك نقولوا تقربيع وانت تسكن الفوق. توا نهج هاك حتى الغادي مين سمعت تقربيع سامحني السماح؟ اعطينا جار ما غير عينين تسمع به المثل علي انا. هي ماله؟ ابو وراس رسول الله. خاطر انت مش نورمال كي سمعت تقربيع لطف يا ربي. الله يلعذي صبر اسمعني. انت اكيد راك تستنى كيفي انا في المسلسلات انا نستنى حتى ريتك شويه هكا عادي في سبوتات تاع المسلسلات تاع رمضان. في ناس مجديد اكثر اكثر مسلسل تقول لك راجوج حتى انا خرجت بالزوز في كلمة عليها لكن ما لهاش الله تصلي عندي عليك يا ريال والله حوت عليك والله العظيم هو مش كان هو برك راه ليلي مش كان هو فما في بروفيل وفما سيت كوم نتاع سوبر تونسي زيدا وفما زيدا كان صدقني ربي سلسله اسمها العازب. العازب ايوا العازب. السلام عليكم. اها السلام عليكم العازب مين؟ مرحبا مانيش نحكي وحدي. سامحونا جيتي داير فارغه شوي كعك ورقه خويا. سين ديما سين ديما ربي يحفظك مزيان اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اهلا 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 اهلا. صباح لاباس. صباح. شنو الدبارة اليوم؟ اليوم أول نهار. كلش كسكس. هكا هو. لا تمشي نروح أنا. عليه. أكلتي المفضلة كانت حاضرة اليوم. سامحوني جيت هكاك يدي فارغة شوية كعك ورقة لك عبيت مقروض. إن شاء الله في السهرية. ما فما حتى شيء. زربوني ولا زربوني جيت هكاك. هكاك قالوا لك هيا. سمعت العازب دخلت ديريكت. سارة. ما مثالش فما حالة هو مش مستحق باش تجيب حاجة حلوة. احنا من بعد باش نعملوا بوزه بطبيعتنا. وديجا ما استحقوش حاجه حلوه خاطر ديجا انتوما السكر نضرب في اللغه سامحوني. ابو رياض اللهم صل على النبي. ينحى عليك لك داء. نعم؟ ينحى عليك لك داء. سيرك لانواع. وش يموت على الطلين في شبابك يا خويا جيبوا لي حمام انت. اسمعني اسمعني قلت لي اكلتك المفضله كسكسي. كسكسي نموت على كسكسي. قول لي ما تعرف طيب كسكسي. انا والله ماك تعرف عازب. اي جوستومون. يا اخي مدام عازب تعلمت التطي متعلم شويه حاجات هاي كيفاش اللي بالعال كل عجه عظم مقليه فهمت السهل كل كسكسي ما زلت ما وصلتش النيفو الكسكسي من تبع تبع انت خلطت عليا انت خلطت عليا في اللمسات الاولى انت باش تعطيني دبارة الكسكسي اليوم باش تعطيني دبارة في الحب برجولي
في الحب. هاي هاي خاطيني والله الاندريسا غلطة على الاخر. ما انتم نسيت تفهموا بعضكم خير. لي لي صار انت عندك حسك انت ناجح في علاقاتك العاطفية. جملة برجو لي خلينا خاطرك سعيدة ديما سعيدة والسعيد ديما ناجح في الحب. ليش يتفرجوا توا وكل ما بربي خلي عزيها سكيت خلينا خلينا. حسك كان عندك نصيحة ما تدخلش فيا. مش مشكل هو لما حالة. خاطر ماك تعرف انا قهرتني نهاية وما لقيتش هكا دخلة كيفاش نعبر عن حبي ليها. قلت جي عاونوني. سهل برشا. اسهل حاجه كنت رياض عنده الدباره نسمع لي قبل كيفاش كانوا باش لاغم شنو لي 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 اسهل حاجه تعرف شنو هي بالكساتي لا لا تنقلك انت تعرفها قداش النساء يحبوا راجل اللي طيب بالحق راهو استيوس هذه تعلموها راهو المراه كي تقولها نعرف نطيب ما عندكش فكره قداش تخاليك ما تبديش تعمل هكا وهكا وهكا هذاك هو السر علمني علمني ما علمني هكا السر لازمك تعرف الطيب سهله الحكايه قادر راه توا في النورمال مو توا فاهم انا توا فاهم ما فما حتى زيت اي حمص قليت قرنين فلفل قرنين فلفل اي حطيت اللحم يتقلى من الاولى حطيت اللحم يتقلى من الاولى حطيت معاه الثوم مش الثوم البصل عملنا نورمال كسكسي جلاسيا من القروين قرن اي تبعك يا سيدي اللحمه اللحمه خدنا كاس باهي اخذ توا باش نسقي هكا هاو هكا سخنت الماء ما حكيتلكش انا الدبش هذا الكل نتاعي جديد ما شاء الله اي مشيت ترى في حاجه كاليتي ما شاء الله اش قالك في الديزاين شو محليه جيبونا منهم هذوما عندي شو شبو لا سير برشا نستحقهم هذوما برشا ها نعطيك لاسيوس نمبر 2 بعد ما تكمل تعرف الطيب يزمك تعرف تشري بون بيان سور خاطر نورمالمون تشري برشا حاجات وما تدومش لا 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 لازم تشري كاليتي باهيه باش تعيش معاك في الكوجينه تشري كاليتي باهيه دونك يزمك تعرف الطيب تعرف تزهز كوجينتك حاجتك بغوسيت كل قول لي ولا علاش تقول لي جوست فرشي نورني نورني ذويني باش نعرف شنو نعمل مع نهايه الحكايه كلها يا رياض هكا ولا يا خويا اي هكا سيدي باش تفرش فيا ولا عاد كل تبارك الله هاني حطينا لي تول بركات قبل تجي انت تحكي لها اي باش تفرش في العازب بعد اي تون تفرش باش تفهم حكيت العازب اي بي كنت كيفي في عمري تو رياض معليش نعمل موقفه على ذوسرك بك انا وليت ماهيش قد كنت عازب كيفك تعمل كيفش نعمل يا اخي ما كنتش عازب ديما في الدار مع العائله انا حالك لك دا يا اخويا ماك تعرف انا تو تو العازب يحكي لك اسمعني اسمعني العازب يحكي لحازم حازم عازب عايش وحده ويحب نوه شوف لي حل شوف لي علقه جيبك في حلقه اسمعني هي تحب تمشي للسوق انت هزها لنا حيسيه بحذيك بحذينا في القروان أيوة. حيسيه اي خويا هزها من غادي وهبطها القرقه سوق الهجاج مع دار سوق الهجاج اي سوق الهجاج سوق الهجاج لا مش عليك هو سوق الهجاج معناتنا هجاج يا ربي انا زوز هجالين باهي شنو حكيتك مع نوه والله نوه من الحب ما قتل بالحق اول الحب اول حب واخر حب فهمت لا قد قد وما لقيتش دخله الحقيقه شيء شيء هي موجوده نوه موجوده نوه موجوده معناتها تشوف فيها انت موجوده كان هاير تعطيني استيوس تاع ماكل هكا نقولها راهو انا طيبتها وانت تحضر انت وبعثت علاش معاك نوه هوني راي قلت لك راي قلت لها اليوم اول نهار في رمضان حتى انت مازلت ما قبلتهاش انا مش تقولي جيبها معاك يا ربي ساره قاعد نشوف في حل ورياض شوف لي ناس بكري قبل كيفاش كانوا بس نوه حتى جماعه مازالوا ما راوهاش مازالوا وين مازال ساره انت مازلت معناتها هي من عاشه الحاصل كان جيت تو نكلم رياضي طول ما ديما في الشبابك هو فهمت توجيه حكير انا ما تنسوش البطاطا اعطيني البطاطا هاي تفضل هاي اعطيني ركزت فيها الطنجره هذه بطاطتنا نورمالمون راهي بطاطا هذه قرويه زاد مش نقبيها هي معناتها الشبيكه كذا الفلاحه هي حقا وعندكم زيت عندنا زيت زيتونه عندنا سورتو سورتو انا المعلومه ما كنتش صحي الفلفل ما كنتش نعرفها المعلومه خاطر انا مول في الكابون كيف تجيبه لا في الكابون نزرعوا برشا فلفل وطماطم بعد قالوا لي لا ما تعرفش الفلفل نتاع القروين انت الشبيكه هاي صحيح دونك هنا ما كنتش فلفل وطماطم وبطاطا زاده البطاطا لا بس رياض يقول لك هاكا يعرف كل شيء هكاك رياض غزلوا هزوا النوم كاين ما نعملوش القراعه هما كيف ترجمات العاصمه ما نعملوش القراعه احنا رياض ايوا ايوا هاكا قلت من شنو في على الكافتيجيا احنا في الكافتيجيا فلفل ماتر فلفل سيك وعظم اي هكا وبسم الله ياكل اي وتشجع زيت الزيتون كليتو مره يميمتي على تحرحي لا مش حار مش كل حار لا شو مش كل حار ولا لا ولا جيبوه لي مره تحب انت تحط معناتها تحب الكفتيجي حار سينو اول ما يعملوا ما يعملوش حار برشا لا لا حار حار الحق نتاع ربي به شفتي مسهلها الطنجره طابت هذيك اخر حاجه اخر حاجه اخر حاجه هذا نورمالمون في ساعتين باش هبزه معناها هو والفول الفصاص على خاطره كيف كيف هذا فول فصاصه يفصص فيهم سامحوني على المساطة بلا سامحوني فول فصاص اخضر اوكي تقولي فصاص تقولي بعد يفصص مع الماكله يبدا يضحك عليك اكزاكتومون هذاكش باش يصير من بعد اما خاطر الفول الاخضر يشد اكثر الفول الشاي مش بيه صغير هذا ساعة نورمالمون الفول الفصاص كبير الفصاص جديد الفصاص صغير
فصاص مازال جديد. شنو عيط لك انا دالي ولا حازم؟ انا شكون؟ حازم. دادا شكاو دالي دالي خلي لي حازم نحب كانه هي تنطق بالحق. سارة ناري على وخي ناري من الحب ما قتلك والله بالحق. شوفي لي يما بنت حلال ترحمني ملعوز وبيا راني صبرت وصبري طال ما تطولش العمر عليا هكا غنيتها لهم ورياض لابس شاشية نعيش ان شاء الله عشتك هنية شوي اسقالك ان شاء الله عشتك هنية في خير البارية ريتو يبخر عليا اسمع عشتني من تخوا قل هز معاك رياض ليه بطرش علي قتش يطلر بذلك معاك رياض علاش انت تقعد تلوج كيفاش رياض تحس وتبيع مع الكوجينه كي تدخل الكوجينه خوك رياض يطل من الشبيك والله ديما يقولوا هيك بربي بربي كراجل طلع عليك من الشبيك بربي بربي كراجل طلع عليك من الشبيك فيروز هو في الاخر ايد عصفور طل من الشبيك ليه من الشبيك لرمي لك حالي هذيك مش فيروز تعال صبيحه انا صبيحه بدي اسكت ماهيش المراقبه خش تدخلك في صبيحه الغنيه هذيك نوع والاخر نوع شكون من الشباك اللي رمي لك حالي انا ما هي فيروز انا شكون انا فاطمه بوت الله يرحمهم وينعمهم الصبيح يا ربي العمل عليك نهار ولا في رمضان لطف يا ربي ايش اخر حط الفول هاي الفول الفصاص تو الفول ما تقولولوش فول فصاص دليجي دليجي بجربي اي دليجي اللي غادي فيها شكوني لكن نرمي لك حاجه من الشباك نرمي لك حالي فضلك وحنا هون ايه عاد ليه بوش هكا الاولاد الفصاص حطيتو حطيتو صغير ذور جلبانه في الكسكسي اي صغير برشا يظهر لي على خاطر مازال جديد تو باهي اخذ الشوبس نعم باش نخليه تو نخليه طيب على نار هاديه اي باش نخليه طنجرتنا تغيب 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 علينا تغيب ما نسيرش تغيب نغيبوا عليها الغياب منين جاي بالضبط ما نعرفش هي تمشي على روحها تتلنصة طيب سلة سلة بطبيعة ما ننسيوش الشربة الشربة أكيد الشربة أهم حاجة الشربة أهم حاجة في في الطويول متاع رمضان رمضان الشربة والبريكة أكيد الشربة والبريكة وإجا خليني نقول لك شو باش نحضر لك أنا اليوم ديسيغ شو تحط غادية هذايا حليب حليب بالك باش نعملو حليب ديليس باز هذا سون فوت هذاك هو والله كاينك حاضر صار خليني نمسح الواحدة أيه أستنى أيه يا سيدي كيكة باش تخرج هذيك بقايا أسمع جبت علي الفصاص ليه لبيس ولا لبيس حط غادي يعطيك يا داني أسمع اليوم باش تروح من عندي تعرف الطيب الكسكسي تعرف الطيب البوزة هكيكة نجم أنت تستخدمها الكسكسي واضحة الحكاية فهمت أنا شوي شوي اللي أنت ما شفتش كيفاش اللي أنا نطيب في الطنجرة وحدها رياضي فصص فيهم عليه ومفهمتش أنا شبيته بالحق قلت أنا على الكسكسي دور راسه ش عندك فيه ش عندك فيه دالي بعد هي ما قالت لها تحكي على الحال ش عندك فيه انت باكي توكلها الكفتاجي تجيبه من القروين هذا قهوة طقطق اسمعني شك فيه قروي نرى ولا والله انت نتشرف يكون قروي ومحلي دخلت حمام طقطق ما مشيت حمام طقطق باهيش يا حبيبي واصحابي كل ما قراوة عملت فيلتر عند الطقطق اي قهوة عرفته صاحبك عبسطر عمام وصاحبك انت يا سيدي عبسطر عاد بالحومة اما نحكي لك انا في القروين هي الوحيدة البلاد الوحيدة وفي نابل شوية يبيعوا القهوة الفيلتر في توصل العاصمة ما عادش قهوة الفيلتر كان بكري بابا يرحمه يمشي ياخذها من قهوة البرد كان جا ستورة هنا راه قال لك الفيلتر أشهرها كانت تقبل سيدنا المنصف بي كان يعثر فيها تحت يديه هي ما فيها سكوريا وعليا وعليا باش نعمل انا يلزمني ستورة تلهيت تلهيت نقضي يلزمني عندي حاجة باش نحضر فيها شنو اي باش نطيب فيها لا باش نطيب فيها البوزه انا لازمنا كيما كيكا ما اصغر شويه ما اصغر شويه اي خاطر كان ما لقيتش شوف شاشيت رياض وعليه في شاشيتي عاد حطيته تسمع فيا تبارك الله جبت لها هكاك تنات كسرونات ثلاثه على من قدم العين قد الجمل العين الفلوس العين الجراده الكسار انا ذوك من الفلوس العين الجراده تعرفيش عين شنو العين الجراده وفصاص هذه شنو ما هو الفلوس والجراده وانت تمشي وتقول العين تمشي وتكبر انت توصل العين البقره عين البقره هذيك يذن لي عليها عينك نوصل لها خليني عندي تو الفلان سونيكا يزي 100000 بركه باهي شوف باش نحضروا البوزه ولذا انا نستحق ميكسور بلندر بلندر يا بلندر in British Council, yeah, yes, but sometimes no, bro. You know. Silly, we don't know who. What's up, bro? Lily, who? Kika from Hollywood. What's up, bro? Kika. Yes. But who is his mixer? In the real Stop it, Tony. Yeah. What's
هو اسمه ميكسر بالفرنسي راه ميكس بالانجلي بلندر 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 تيست اي ليه خاطر هي الماركه انجليزيه انجليزيه روسل هوبس دونك احنا نكملوا فرد مره في نفس النطاق معناتها بالانجلش ان انجلش كان جات الماركه فرنش نحكيو ان فرنش احنا عندنا انجلش دونك نكملوا الانجلش هكا ولا هكا ولا سريع اي هكا سيدي بلاد سبيكري قاعد يسميوه هذا مو مهبوله مهبوله وزغرطوله في ودنها ولا شنو مو قاعد تدور اطف يا ربي مهبوله اسمع هيتك الحليب هاي تفضل تفضل الحليب هاي هيتك الحليب ما كملتش حكيت لي التو خليني تفضل ترى بسم الله هذه هذه خد خطواتك الاولى في الكوجينه ورد بالك نهيم بعد تتفرج فيك ورد بالك هاي الكل نصبه لا مش الكل امشي تنقل لك هاي امشي سمي بسم الله يا نهى تفرج يا نهى شوف 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 نهى شوف 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 يا عدم شتالي بنهى وتفسد لي كلها نصب كلها امشي بركة تنقل لك امشي هاي فازي هي 750 هي إترا هي إترا حليب ديليز احنا باش نعملوها ناقصة شوية تونة كمل كمل ليه ليه واه يا ربي هاي سافا قاعد شنو نعطوا العصافر وشنو تصب كلش مزال ليه بالعين بعد بالعين باهي إترا حليب حليب عليها 250 بوفريوا صحيت هاك تعرف هاي من ريحتها ظاهرة واللي هو عاطي على الزرير الحقيقه لا مو خاطر الزرير الباز نتاعو بوفريوا دونك حاجه عاديه اللي انت باش تشم حاجه تشبه وهذا شنو سكر محول هذا هذي كان شيء اربع مغارف نشاء حط يعني شيء يا رجال ماستر سامحوني اسمع كوميم راهو نسي زيد لا لا المساطه ذي اللي تموت بالعزب بيسيلها راهو العزب ما تفرش على في بالي زعما باش نقول لك هكا اما نحي فضلك بالحق نسمة اقوى برمجه صناعة عند نسمة راه بطبيعه بطبيعه مسلسل وزوج سيت كومات ثلاثة عندنا ميني سيري دو ميني سيري انت فو بروفيل والعازب والعازب والمسلسل والمسلسل شبع والكوجينة الحمد لله في بالي والاخرى هكا نسيتها وانت مطبيله في الليل تجي قوم وتسحر لا هاني قدرة ربي والاخرى شكوني اللي هذيك الطفله هذيك فو بروفيل كان يحكي عليها قبيله شويه الميني سيري باش نكملوا نحطوا فيها شويه فلور دورانج هكاك تجي ريحتها بالزهر شويه فانوا شم ريحه الزهر ربي يعطينا الزهر ان شاء الله امين يا ربي امين ادعي ادعي ربي يعطيك الزهر يا ربي يعطينا الزهر واللوديمات امين ليكيك اللوديمات متهنين مادام معنا انتوما احنا خاطر هو كلي قريب تنسيني شويه انت في البرمجه كاينك نتاع رمضان مثلا جيتنا هكا نتفرج فيها منين قدنا هكا رياض نعرفه من اللي يطلع في الشباك في النوبة أنا معاه من وقت نتبع فيه من وقت اللي نجي معاك للكوجينة وانا نتفرج اسكت اسكت هيا خل نخدمه هذا يا خاطر قبل بنحطوه على النار ما شاء الله هاي هاني طبعا شوف الهانينيس هاي المعبولة ترعى الشرطة رياض هاي خلطنا كل شيء غادي نبصل على النبي اللي قعد توا البلندر تعبى ات ان انجلش نو تعبى فول 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 يا فول فساس والله عرفتك بس قول لي سي فول نحطوها على النار هاديه توا بس نحطوها على النار هاديه هاديه اي صحيت نحطوها على النار ونحركوه واك هاو شفت كيف سهلها الحياه والله سهله جدا سهله جدا الحياه الدنيا حط سيخ فوق سيخ انت تجيك الدنيا للغادي اللي يديك قاولك بجاه ربي شزلنا على مشي الاسواق وجاء اخوي عنده الزهر شفت كيفاه خاطر والكسكسي كيما شفتو ما عرفتش رياض شنو يخدم كيفاش قر يدبلج راهو ابا اي في مسلسل ما هو ذنبك ما هو ذنبي والله صار هيك عليك ما قاليش يا رياض دبلج ما تقوليش انا ندرنش اخي بدي ندلجي انا ليه دبلج دبلج معناتها تصب صوتك على حقه وعن المسلسل هذا كيف تصب في تركي زد الاخر المدبلج حتى شبعه شبعه حسين المسلسل امي اللعب ليه راه اي الكلنا امهاتنا اللعب ليه جربت نحط لها حاجه مره تعديت في باساج في تلفزه واحد اخر تونس كل تفرج فيه طلبت الدار يتفرجوا فيه نسمه بيان سور الحب اللي كوين هذاك هو تعمل البيك تعملها عامله استرب جيت استرب البرمجه جات في نسمه سنه اخويا شوف جيت نتفرجوا في العائل دالي كل باش نخليك تعمل هذا خاطرني انا توا باش نجي هذه المهبوله بشويه ليه كملنا على روحها هذيك توا باش تقعد انت تحركها نهي قاعده تفرج كيفاش نحركها بربي تفرج يا نهي راهو حط الدنيا سلام تحرك فيك العواطف وتولي تحبني لي زانغريزيون الكل حطهم هو يا نهي
وتوا باش نجي على خاطر الصوص نتاع الكسكسي نتاعي طابت. طابت سيبا. شفتها كيفاه قر زيتها وطابت. باش نوريكم كيفاش الكسكسي اكسبريس. هكا انتوما تبداو محضرين على رواحكم الصوص نتاع الكسكسي تجي وقبل المغرب باربع دقائق فقط. اربع دقائق نعلم فيك راهي. اربع دقائق. اي اربع دقائق اكاهو تحضر انت الصوص تجي تحط الكسكسي نتاعك. حطوا تاكلوا سخون يفور هو والمغرب قد قد. اللهم صل على النبي. هاني تو نجي يا. وين انت والمغرب باش تجي؟ لا نمشي نشوف البنكا. بنكا؟ الطبلة. اسمع اربع دقائق جاي هو. ها؟ اي بو هكا حكر انت يا شكون تاكل الكسكسي سخونة. هاني جي تو نجي. حتى البوزة سي بون راهو. سي بون البوزة. بدات تقر زيتها. قلقت سيدة ما تقرش. البقية ايش تقر زيتها؟ البوزة ما تقرش زيتها. يا ريال شوفنا شوي مخارق باللوز بالله. هشنو هالكسكسي الإكسبريس متاعنا اللي باش يطيب في أربع دقائق؟ ناخذو كيلا كسكسي ديالي الباكو الأخضر هذاك. باكو الأخضر الإكسبريس. نقف أنا ولا نكمل؟ لا لا كمل على روحك أنت. كريمة معنا كريمة؟ صحيح. حرك الطنجرة. آه كيلا كريمة متى باهي راه وسع باهي وسع البال. وسع البال. خاصة في البوزة. صحيح تاي. سنون تبوز الدنيا الكل. برا بي اسكت انه هي تحب شويه الرز نراه فهمت بي باش نحطوا كيلا كسكسي ديالي اكسبريس هذاك الباكو الاخضر عليه قدو بالضبط معناها الكيلا اللي كيلنا بها باش نحطوا قدها مره ونص الصوص اللي طيبناها فاتش الحكي هاي كيفاش باش نكيلو بنينا الريحه بنينا مسال على دايتي يديتك انت لا هي هي واه يعجبكش تو تجد عليها بالحق نهي وهي تتفرج شكوني نهي بربي في سيري نعم انا بيدي ما نعرفش ابا بالحق بالحق شكوني نهي في سيري لازم تكتشف علاش نحرق لك في عنصر المفاجئ انا يا انت عليه قل لي لازم تكتشف تبع الحلقات باش تعرف شكون انا بركه قل لي انا بركه مش كل نهي فما برشا مفاجئات اخرى بيقول لي انا بركه يا سيدي تعرفش كيفاه تم بعد في وذنيك قل لك باه شفنا هذه كيلا كسكسي اكسبريس احنا باش ناخذوا قدها هي هكا ونص لهنا حطوها مرقة هاوك هذيك كيلني يدك نمل والله يدي نملت اش طيبت اخي انت طرف البوزة كهو يا دالي مازالت البوزة اي مازالت هاوك قريب تكمل ما عادش كهو ما عادش برشا ما عادش برشا هي البوزة راهي ما تعقدش برشا كي الكريمة خاطر البوزة تتشرب مازالت النار تمشي ولا شنو هذا شكون بسم الله نشم في ريحة طاجين تقريبا بدت تشوش لبس 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 شنو توا هذاك هو راهو اللي يحب الليل ويسهر الليل بكله مازلت انت شبيك عندك ريت انت في الكوجينه مش قلت لك لازمك تعلم الطيب مش شوفوني راهو في العزل كيفاش قاعد نطيب راهو ابا وي هذه ما قلتهاليش شنو ما قلتهاليش انت او ما تعدى على في سيريت نسمع مبروك عليا بالحق والله قول لي احكي لي كيفاش عملت 16/2021 خذيت ميور سيري وخذيت ميور كوميديان نستنى جلال الجمل اسمع يا سيدي وان شاء الله العازب يعمل برشا فازات نستناو حاجه ملا من هذا القبيل معناتها باش في الاخر حرك في البوزه ملا كيك انا لا لا ليش نحكي مش على البوزه نحكي على اربع كاميرات خذوني وانا نحرك بجاه ربي ومن بعد ما نقصوا قصوا منها شويه حطوها للنهي بربي اذا كان فما نهي قرت زيتها الكسكسي قر زيتو قر زيتو الطنجره قرت زيتها حتى البوزه بدات تقر في كشكوشتها راه نقص بدات تطلع نقصوا في النار يا تي فرح يا دالي وين النار وهذا هو منه نقصوا في النار منين نقص انا ما عرفتش هذا هو اوكي نقص على الاخر في النار استنى طفيتي لك جمله نقصوا في النار هاي سي بون سي بون هكا هاو طفيت بوزه مانيفيك ما زلت بشوي كملت كسكسي هذاك ماذا بيك تخرج به طول وين ما تهزوش للقدام خاطر قاعد راه في جيش انا قدام هرب ومنعوا من تالي هذاك. ليه هذاك تشوف اعطيه الرياض. الرياض هذاك من بعد. باهي وقلنا كيلا ونص. دونك شوش باش نعملوا؟ باش نجي ونسقيوه هكا. انت كيكا يتسمى تسقيته كيكا؟ اي ما هذاك علاش اسمه اكسبريس؟ خاطر تسقيه هو يطيب بالسقا معناها. جوستومون هو باش يظهر لك من الاول اللي السقا برشا وغمه. برشا صحيت. اما هو راهو يلزم يكون هكاك دونك باش تغمو بالسقا اسمعني البوزه نورمالمون سافارا اي قرت زيتها صحيح ترى والله سي بون طابت غليت ولا فوالا اذا كان غليت معناتها طابت شفت جينا انا وانت قد قد شفت هاي. البوزه حضرت والكسكسي نتاعنا حضر لا ما حضرش كنت دبارتنا مازال اربع دقائق هاي عاودوا راي
الكسكسي 4 دقائق ويحضر، والبوزة حضرت. والبوزة حضرت، ماكش مازال هذا منحطوهم في الليكوب، في الليكوب، والكسكسي نزينه في التبسي، في التبسي، ونرجع لكم على الطاولة قبل شقان الفتر بعد الإشهار. نلتقي بعد الفاصل. هكا تو شغلنا في رياضة. شفت كيفاه؟ قريب يصير الليل ما نعصر. واه محبوب الصحرو غادي مازال مش اخير نصف فترة. اي تم بعد بعد خليني نكمل الساعة تو كسكسي كسكسي تو. هيا شنو هذاك انت؟ علاش تطبل؟ مريوح انا مريوح نكسيكس. هيا بسم الله. علاش تطبل؟ ماش نخدم الليله بوطبيله على الحومه الجديده هذه ما نعرفوش بوطبيله. على الاقل نخدم لك انت قدام الشباك شتولي تقوم في الليله هذا اللي سحوري اللي كتب من ربي. ربي ربي راه فضحني راه فضحني راه. هاي شفت ضربتين الطبله اللي عملهم صحاح. تصور انت بوطبيله في الحومه هذه جديده والله ما يشكيو بيك. علي يشكيو بيك. نقوم براسي انا رجعوني نرجع بالتراث. ما يقوموش للسحور بالبوطبيله هوني راه. رجع بالتراث. عمل ريبورت. تراث الميدي هذا مو هذا يحكيو عليه تراث الميدي. اي باش يقيدوك عند اليونسكو حتى. اي بالطبيعه يا خويا مازالت الناس تقوم بالبوطبيله توا. مازالوا توا بالبوطبيله ومازال بني بني يضربوا الحيطي واللي يغني وكله. حسين بطلوا كهو يا جماعة هكا وشفتوا عملوه بالذكاء الاصطناعي يقوم واحد في الطابليت يعمل لك كهو واحد على اليمين واحد على اليسار. يا ربي يا جماعة يستناو فينا باش يمشيو يركبوا طناجرهم نهار الاول في رمضان باش تمشي تفوح تاع ريحة الكسكسي في الكوجينات والبخور عجعاجي والدنيا جديدة. يا نهمي حسين فهمت حتى نشكي بك النهاء. حسين يا جماعة إن شاء الله يكون تعديت لكم هكا نهير خفيف نهار الأول في رمضان كيما أحنا إن شاء الله نكون خفيف عليكم تعدينا هكا. ما تنسيوش تتفرجوا في بقية برامجنا على نسمة من أول رمضان ذكر بالبرمجة بطبيعة نسمة السنة داخلة ذكر زلاتان إبراهيموفيتشي زلاتان إبراهيموفيتشي منهم كيما صفقة مبابي في الريال تو بالضبط. عندك كوجينتنا هكا الحمد لله. عندك المسلسل عبد الحميد بوشناق رجوش. عندك رجوش. عندك سوبر تونسي. عندك العزب. عندك فو بروفيل. حسين وعد تغلط ومسلسل التركي تلحصل ومسلسل التركي ورياض والدنيا كل مريقلة وين الشوري عندي والله ما نعرف من بعد باش تقص التلفزه باش تقص الضوء في الاخر. هاي هاي يا جماعه احنا نقول لكم شيء طيبه. تستنيونا 30 يوم نتاع رمضان على نسبه ان شاء الله. نحبوكم برشا. وويني كلاسا هذيك خنكسر هيك على خاطر مش معقول باش تعملي الفضايح في الحومه وكهو ماش دور بالبطبيله. ما تحزش انت من بعد. انا بعيد انا بعيد. باي باي شيء طيب. باي 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 شيء طيب. ميرسي الله يشفي بس الله هاويه هيت المعرفه هيت هيت تفضلوا.